كما عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها برئاسة سعادة النائب عمار قنبر، حيث التقت اللجنة بالسيدة إيمان المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وعدد من منتسبي الهيئة لمناقشة سلسلة من تقارير اللجنة في الفصل التشريعي الرابع. كما تم استعراض الدراسة القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بشأن إنشاء صندوق العمل وبشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وبشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد للضباط وأفراد قوى دفاع البحرين والأمن العام الصادر. أما في بند المراسيم بقوانين فقد ناقشت لجنة الخدمات بمجلس النواب المرسومة بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي. قررت اللجنة الموافقة على رفع التقرير إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات القادمة. اجتمعنا مع ممثلين هيئة صندوق التقاعد بخصوص مشروعين. المشروع الأول كان يتكلم عن قانون الاستبدال اللي موجود النافذ حاليا في هيئة صندوق التقاعد. الفكرة كانت أنه يتحول حق البنوك ويكون ضمن الشريعة الإسلامية، فكان الحوار بيننا على أساس يصير توافق شلون نقدر نحولها من هيئة صندوق التقاعد إلى البنوك الإسلامية، كون هي قاعدة تأخر في الطلبات. الموضوع الثاني كان مع نفس الجهة بخصوص تقاعد الزوج في حال وفاة المرأة.